متواجدة لأنك صراحة سفيرة للقفطان المغربي والأناقة المغربية، ويكفي أنك تشوف القفطان كتقول بأنه امرأة مغربية. وما ننساوش كذلك عدة فنانات ديالنا المبتدئات أو الصاعدات اللي كملوا المشوار ديالي أنا، والفنانة الكبيرة ديالنا نعيمة سميح، والفنانات اللي قبل مني لأن دائما كنلبسوا القفطان المغربي. فتحية لكل النجمات اللي كاينين الآن، انهم ما نساوش بانهم قدموا بزاف للقفطان المغربي. ولا تقول امان.